ما الحكم فيما إذا دعت الفتاة بأن يرزقها الله زوجا صالحا يعينها على طاعة الله وعلى الفقه في الدين؟ هذا أمر مشروع لا. أن المسلم يسأل الله كل حوائجه كل ما يحتاج إليه، لأن الإنسان فقير من الله سبحانه وتعالى، فالرجل والمرأة كل منهم يسأل الله كل ما يحتاجه، ومن أهم ذلك الزواج. الرجل يسأل الله أن يرزقه زوجة صالحة، وكذلك المرأة تسأل الله أن يرزقها رجلا صالحا، لأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر، وهذا إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء طيب أن المرأة تسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا. جزاكم الله خيرا.